سلام نور وسرور، شكرا جزيلا على هذا التواصل. يا مرحبا وسهلا فيك دكتور، سعيدين بالتواصل معك. يمكن في هذا الاستديو في أكثر من مرة كنا نتحدث عن تحديات القطاع الخاص وشركات القطاع الخاص، واللي كان أبرزها يعني أحيانا التحديات التي تواجه استخدام القوى العاملة غير العمانية والرسوم المرتبطة بها. فكيف تابعتم الدكتور أحمد توجيهات جلالة السلطان بخفض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استخدام القوى العاملة غير العمانية؟ الحقيقة يعني جلالة السلطان يعني بتدخله هذا على الأقل أنصف القطاع الخاص وما يقوم به هذا القطاع تجاه هذا الوطن. اليوم عندما تخلق شراكة حقيقية بين مختلف القطاعات وخاصة القطاع الإنتاجي اللي هو القطاع الخاص، فأنت دائما ما يطلب منك أن تسهل وترشق القطاع وتجعل القوانين والتشريعات كلها سهلة وميسرة، وبالتالي هذا ينصب في ذات الاهتمام السامي في أن تكون الرسوم مقبولة وتنافسية مع دول الجوار المحيط اللي حوالينا. اليوم لا يمكن أنه يعني كلفة الإنتاج تزيد بسبب هذه الرسوم، ومن ثم لا يستطيع المستثمر العماني أو المستثمر الأجنبي أن يعمل في بيئة تنافسية رشيقة وسهلة إذا ما كانت هذه الرسوم تؤثر عليه تأثير كبير في زيادة التكلفة. في تقديري أنه هذه الرسوم بالشكل الجديد ستكون إضافة لتحسين بيئة الأعمال، لتحسين قدرة المستثمر في أن يعمل بسهولة وبيسر، وأن يستقطب يعني العمالة المطلوبة التي يحتاجها رجل الأعمال لتسيير أعماله ولإنجاز مهامه ولزيادة الإنتاجية. نعم، نحن يعني مع المتطلب الأساسي وهو مسألة يعني الحصول على فرص عمل للباحثين من شبابنا، ونعتقد أنه المؤشرات جيدة. اليوم الإحصائيات تشير حسب كلام يعني الجهات الحكومية بأن أرقام الباحثين بدأت تنخفض، وأن هناك فرص وظيفية جيدة توفرت للشباب. هذه أخبار طيبة الحقيقة، ومعناه أنه كلنا الآن بالفعل نتلمس هذه المشكلة ونعالجها، ولكن قد تحتاج إلى يعني شيء من الوقت، فلا نستعجل الحقيقة في النتائج، وإنما نسهل قدر الاستطاعة ونرشق القطاع. نعم. ونجعل كل الأمور ميسرة أمامه حتى يستطيع أن ينطلق ويحقق. نعم. الأهداف المرجوة. نعم، يعني دكتور أحمد حتى المطلع على تفاصيل توجيهات السامية لم تغفل جانب التوظيف، بالعكس تماما، هي يمكن ربطت الحصول على هذه الميزة في تخفيض الرسوم أو الميزة الإضافية كذلك لمن يلتزم بنسب التأمين. هذا صحيح، وهذا الكلام يعني ذكرناه وقلناه مرارا وتكرارا حتى من خلال برنامجك. قلنا أنه لو الحكومة يعني تسهل الأمور أمام الشباب اللي هم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هذول بإمكانهم أن يوفروا فرص عمل لعشرات الآلاف من الشباب. نعم. فقط أنه نحن نسهل عليهم الأمر بحيث أنهم يعني يحققوا ربحية. إذا المؤسسة ما تحقق ربحية لا يمكن بأي حال من الأحوال أنها تزيد من الكلفة. نحن اليوم يعني إذا نتحدث عن الرواتب والمزايا، هذا من حق الشباب أنهم يحصلوا عليه، لكن أيضا في ظل الظروف الحالية المؤسسات يعني مختنقة ولديها مشاكل كثيرة، لا يمكن بأي حال أن المؤسسات توفر يعني هذه الفرص الجيدة للشباب. أنا تقديري أنه يجب اليوم شبابنا يحصلوا على وظائف ذات رواتب جيدة ومزايا طيبة تجعلهم يستقروا ويستمروا في هذا العمل مثل باقي القطاعات. يعني عندنا قطاع مثل القطاع المصرفي، عندنا القطاع النفطي، تلاقي الشباب يعني شغالين لسنين طويلة ومستقرين في أعمالهم لأنه لديهم رواتب ومزايا جيدة. هذا هو المطلوب خلال المرحلة القادمة، أن تجد بيئة أعمال جيدة محفزة ومناسبة، وتترك المجال أيضا للشباب بالاختيار، لأنه أيضا
لا يمكن أن كل الوظائف تكون متشابهة ولا يمكن أن تكون رواتبها يعني متشابهة. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد، ونتمنى فعلا يعني المضي قدما في كل ما من شأنه تهيئة بيئة الأعمال وتسهيلها حتى يعني تنعكس إن شاء الله على اقتصادنا وتتكامل الأدوار بإذن الله. شكرا، شكرا جزيلا، والثناء والتقدير والولاء لجلالة السلطان والتقدير والاحترام لحكومتنا الرشيدة التي لا تألو جلدا في أن تجد حلول للوضع الحالي، وكلكم عارفين أنه الظروف الحالية تحتم علينا التكاتف والشراكة الحقيقية. نعم. لتجاوز هذه المرحلة. شكرا، شكرا جزيلا لك دكتور. تسلم، يعطيك العافية دكتور أحمد بن